عميد محمد مرجان مدير تنفيذ النادي الاهلي راجل بصراحه انا بحب اسلوبه جدا وبحب واقعيته وبحب اسلوبه بصراحه مقنع جدا، بيتكلم بمنتهى الموضوعيه وبيتكلم بمنتهى الصراحه. هو قال لو الاتحاد المصري عايز المباراه في برج العرب ماشي، بس احنا بنحاول تبقى في القاهره للصالح العام مش للنادي الاهلي بس. كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي، كل التوفيق لحسام غالي واللي انا يعني كل التوفيق ليه. مش عايز اعلق على موضوع حسام غالي طالما هو اختار وطالما هو صمم على اختياره. خلاص عايز اقول له ان انا مش مقتنع بس يعني عايز اقول له حسام اصبر شويه، الكره بقت سهله ومش صعبه هو يعني دايما خلاص خلينا خلي الناس تفتكره دايما بالخير. في لعيبه كده بتختار التوقيت المناسب اللي هو هتنزل فيه وبعدين في قمه توهجه. يعني عايز اقول لكم ان مباراه الاتحاد السكندري وطلائع الجيش انتهت بالتعادل السلبي ب 0